الزميل أحمد رحيم. سؤالي للحنكوشي، يعني لربما أنت الأول من نوعك بهذه الخطوة التسويقية للاعبين، ما مدى استمراريتك لهذا العمل؟ وهل هناك من يقف خلفك ويدعم هذه الخطوة من جهة سياسية أم من أناس لديهم المقدرة المالية من أجل استقطاب هكذا لاعبين؟ تفضل. مثل ما يعرف كل أبناء الديوانية، أنا رجل يعني ابن عائلة ثرية معروفة بالفرات الأوسط، احنا في قضاء الشامية ناحية الصلاحية، من أسرة يعني ولدت وترعرعت ابن خير وما زلت، وأهلي معروفين، أراضينا معروفة، مضيفنا سنة 1809 تم افتتاحها. يعني أنا ما جاي من يعني من وراء 2003 أو غيره وغيره. وبالنسبة بصراحة للوضع أنه داعمك فلان أو كذا، لا، أنا رجل من أموالي الخاصة، من عملي، أنا رجل أعمال معروف، عندي أعمال في عدة مشاريع، مختص بمشاريع عديدة، أو حتى لو بكرة صار ممكن تعاون مع مؤسسات، مع شخص، بنتيجة هذا المهم مصلحة النادي. كل رجال أعمال ترى الموضوع طبيعي يحتاج غطاء سياسي، طبيعي. غطاء أمني، عندك غطاء يوفر لك الحماية، الأمان، تسهيلات سيد؟ بصراحة أنا عندي صداقات، يعني أنا كل الطبقة السياسية بالعراق أصدقائي. أصدقاء؟ أي أصدقاء، جيد. عندي معهم علاقات ودية جدا. الزميل أحمد الغراوي، ما هو حجم المردود المالي المتوقع بعد الصرفيات اللي تصرفها على النادي؟ وهل أنت متأكد أنه هذا الاستثمار هو إيجابي في نادي الديوانية أم سيكون في نادي آخر أفضل؟ يعني بصراحة اختيار نادي الديوانية لعدة أسباب، أهمها أنه هذا النادي، أنا ما أحب كلمة فقير، النادي غني بأهله، غني باسمه، مدينتك غني باسمه. أنا الديوانية عندي تسوى الدنيا، والله العظيم أنا عايش سنة في واشنطن دي سي، عندي تراب من ناحية الصلاحية يسوى أمريكا وأهلها، يعني مع الحب والاحترام. حتى وإن كان المردود المالي اللي ممكن المتوقع من عندي إنه ممكن يجي يعني ميل بالطموح، بس الناس وأهلي والله العظيم قرة عين. جيد. زميل أحمد مطرود من الديوانية، أنا كنت أتمنى أن يكون هذا الاستثمار متوجه لإقامة ملعب مثالي لملعب نادي الديوانية خير من هذه التعاقدات، لكن هذه التعاقدات تبقى خطوة ممتازة وخطوة جريئة وخطوة لم يسبقها أحد، لكن يعني كوني شخصي كنت أتمنى أن يكون هذا الاستثمار خاص لملعب نادي الديوانية. التعاقدات شيء جيد لك، بس لو كان الأولى الملعب، يعني الملعب مو عندي مو بيدي، يعني الملعب مو تحت سلطة نادي الديوانية. هذا الملعب لو بيدي أنا بكرة آلياتي تنزل للملعب وتشتغل وتحقق طفرة نوعية بصراحة بالفكر اللي عندنا وبالقابلية اللي عندنا، لكن الملعب اليوم مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، اللي علي كشخص قدم الطلبين، طلب للسيد الوزير السابق، طلب استثمار. لا، السؤال الملعب منذ متى كان عائد لوزارة الشباب والرياضة؟ يعني من قبل تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات. شنو السبب اللي خلاه ينتقل ملكيته للوزارة؟ كانت هي للإدارات المحلية للمحافظات بزمن الوزير الأسبق اللي هو جاسم محمد جعفر. بصراحة طلب من المحافظات حتى يبدي يطورها ويبنيها أنه لازم تنتقل عائدية الملاعب من الإدارات المحلية للوزارة. ماكو شيء قانوني ممكن طلب يرجع عائديته للمحافظة أو لكم للإدارة حتى لكم حرية التصرف باستثماره ويكون رافد حقيقي لكم؟ يعني احنا اليوم البيقراطية الإدارية هسه اليوم وزارة الشباب ويرأسها رياضي، وبالنتيجة احنا نتأمل انه بدل هاي البيقراطية الإدارية انه تطول أشهر وسنوات، لا، انه تخلص بأيام معدودة. بصراحة احنا نتمنى، انا واحد من الناس، وهي مناشدة هاي للمرة الألف للسيد وزير الشباب، اما اليوم يلتجئ انه يخدم النادي يحقق له شيء، لان انا عندي لاعبين محترفين، هاي صوره العراق مو بس الديوانيه طبعاً. او ينطينا يا احنا ابناء المدينه نستثمر، وهاي مدينتي، بالنتيجه انا ما جاي من تركيا ممكن افكر، اكو فكره استفاد مهمه واروح. اكو فكره مهمه الناس تنظر للمستثمر مثل المقاول. اخواني المقاول هو يشتغل على مود ياخذ اموال، المستثمر هو يجلب الاموال وبالنتيجه يستفاد من الارباح، وديمومه الارباح راح يخليه يحافظ على المؤسسه اللي بيها، المقاول يجي يبني بنايه يستفيد من عندها ويدير وجهه ويروح بعد سنه. جيد. الزميل اثير الشويلي، في النيه ترشيح السيد حسين عنكوشي المكتب التنفيذي لاتحاد كره القدم في الدوره المقبله، هل كثف عنكوشي اتصالاته مع الهيئه العامه؟ هل تعرف عليهم بشكل جيد؟ هل هناك تواصل فيما بينهم؟
تواصلت مع الهيئة العامة سيد حسين؟ نعم تواصلت مع كثير من الأخوة من اتحادات الفرعية، تواصلت مع رؤساء الأندية. بصراحة أنا كلش يعني معجب ببعض الشخصيات، شخصيات مهنية، شخصيات مهمة، يحملون فكر متطلع، فكر متحدث. أنا دائما أقول أن هذا الآيفون إذا مو كل 6 أشهر صار له أبديت ما راح يشتغل، راح يصير طابوقة. فإحنا بصراحة الهيئة العامة أخوة أعزاء، وأنا أكررها وهذه رسالة من منبرك الكريم، الديوانية عندي أغلى من 1000 منصب بالاتحاد أو غيره.